سمعت هذول الأطفال يحكي وعربي وشوية جزائري. يلا انتيري ولا لا لا انتيري ولا لا لا فهمت عليا؟ هاي أروح سلام. شك لباس؟ الحمد لله لباس الحمد لله. واسمك؟ مروان. مروان منين انت مروان؟ جزائر وسوريا. جزائري سوري. الماما جزائرية ولا سورية؟ وبابا سوري. يلا عرفتها انه الام جزائريه لانه الجزائريات هنايا يعني تعمل مستحيل انه اولادها يحكيوا اللغه العربيه واللهجه الجزائريه. وانت اسمك؟ حموده. حموده ولا احمد؟ حموده. حموده. وهذه اختكم ثاني كان واحد انت ثاني. يلا ما شاء الله تلاقينا عائله كامل هنا. وانت اسمك؟ ريماس. ريماس. وانت يا اسمك انت؟ بلو. اسمك غازي. اسمه غازي. غازي ما شاء الله. اخوكم انتم كامل اخوه ما شاء الله. ماماكم منين؟ من اخوالكم انتم من الجزائر؟ الجزائر. منين من الجزائر؟ وش من المنطقه؟ قسنطينه. رحت لقسنطينه من قبل. هي. عجبتكم؟ هي. واجواء رمضان كيفاش الماما؟ يطيب لكم الجاري تاع قسنطينه؟ صح. ما كانش كيما رمضان السابق. رمضان وين؟ هنا مليحه ما تحسش راك عطشان ولا حاب تشرب ما. في الجزائر سخون بزاف رمضان. سخانه في الجزائر في رمضان. مليحة. مليحة. وماماكم يطيب لكم الجاري؟ قاعد طيب لنا جاري مليح. طيبت لكم الجاري. وتاني وش طيبت لكم؟ طيبت معاه كبسة هذه شغل رز ومعاها ومبارح طيبت شغل هكا شو اسمه؟ شبح الصفرة؟ لا كسكسي. كسكسي. يعني ما شاء الله الجزائرية هذه بلغولها تحياتنا للوالدة تاعكم اللي راه يعني مشرفة الجزائر والجزائريات. قولوا لي وفي رمضانكم تقراوا شوية عربية حفظ القرآن راكم تحفظوا شوية؟ ايه نحفظوا نعرفوا نتذكروا العربية مش ما ننسوهاش. راك تقرأ القرآن في البيت ولا في المدرسة؟ لا في البيت ونروح المدرسة السبت الأحد. ما شاء الله. وانت ياك تقراي؟ ايه. وانت شحالك حافظ حمودة؟ والله انا ما نعرفش نقرا عربي ولا نكتب العربي. قال نتعلم شن نكتب. نسيت. نسيت. راك تتعلم دوكا؟ نتعلم. وش هو يدير؟ يعرف صوت الفاتحه ولا صوت الناس. هذا هو كيما باش يصلي معنا. ما شاء الله. يلا شوفوا اخوالكم هم يشوفوا فيكم في الجزائر عبر قناه الشروق. يلا هاكم احكموا الميكروفون وش تقولوا لهم؟ هاي رمضان كريم. رمضان كريم. زيد انت استمتعوا. استمتعوا يلا.